جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أصلي وأقرأ من المصحف، كيف أضع المصحف عند الركوع والسجود؟ جزاكم الله خيرا. ضعه في المكان المناسب، إما بأن يكون عندك صندوق مرتفع أو مكان مرتفع أو فتحة في الجدار تضعه فيه، أو تضعه على مصلاك على الفراش، فتضعه في المكان المناسب. نعم.